على 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 منهاج مركزنا نسير، وفي ساحته فرحا نطير. لنا همم تحلق بالثريا، كأن سناءها قمر منير. سما باسم المدينة يحتويه، مقام كالمدينة مستنير. يقيم به أساتذة كرام، على درب العلوم لهم مسير. وفوض الطالبين تعد ومناسبة داقل انتبنت دفعة طبنا ذي حفتك قرآن كريم كلام ميستا مع هدى نور الإسلام إيه مقالة ذي أرقيسة. على منهاج مركزنا نسير، وفي ساحاته فرحا نطير. لنا همم تحلق بالثريا، كأن سراءها قمر منير. رياض جني يفوح المسك منها، ومن أزهارها فاح العبير. يفيض من العلوم بجانبيه، بأصناف لها عدد كثير. فكم أروى جموعا ثم ظمأ، لهم من شأنه شأن خطير. على 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 منهاج مركزنا نسير، وفي ساحاته فرحا نطير. لنا همم تحلق بالثريا، كأن سناءها قمر منير. ee labada kun iyo laba iyo labaatanka to saddex iyo labaatanka ee macaahidda Nurul Islaam, iyadoo munaasabadan lagu maamuusayo arday aad u qiimo badan oo xiftiga Qur'aanka Kariimka ka soo dhameeyay, iyo waliba arday soo dhaweeyay iyo 26 arday oo kaalmo hore ka soo galay imtixaanaadkii sanad dugsiyeedkii dhamaaday. Daba munaasabad boqoran ayaa saaka uga qabsoontay Hotel Safari ee magaalada Hargeysa. وحنا مناسبة داني لغو سوعة سومي مسؤولين آذو قيمة بدن ويسوكو جري علماء الدين وحقرت أقويانو والدين يار ديدا قيمة بدني معاهد نور الإسلام كبرتا حفتيقا قرآن كريم كام دابا غورين با مناسبة دانو سيچا ويدقان كوبلا متاي وحا مناسبة داني فراي مامل كقود اي معاهد نور الإسلام أستاذ عبد الرساق تامح أحمد وحانو كور بحيه هيراركي مراحشي كالدوانا او سو مري مركز لغو برانايو كلام كيلاهي يدفعاد كلا دواني اقول تاو يوشي حفتيقا قرآن كريمكا وحوامان يدعا وسو تيدي والدين تقيمة بدني اوبت كودا كو الالين ايا سيدا او حفتي لهايان كلام كيلاهي حانا مامل كودر دارنا كلا دوان بحين ايا دالذي سي كم اذاها مانتا اوه مركا تاريخ تطيب بشي تمنات سيد حلدي كون افر بغولي افر افرتن كورب بيغن نحدي بشي تمنات لبا كوني اللبي اللباتن waxaan u joognaa inaynu marka yani arday marka yani ilaahay kitaabkiisa xifdhay oo dhameysatay inaynu halka ku maamuusno. sidoo kale xafladii furitaanka sanad dugsiyeedka laba kun ayaa iyana marka yani koos jirta, oo marka xafladda furitaankeeda baa iyana koos jira. waxa xafladda iyadana maamuuska ka mid ah arday shariif toban jis dhamaystay, arday toban jis dhamaystay oo la leeyahay iyagana meel fiican baad gaadheere waad maamuusatiin hore u socda. waxaan iyaguna ka marnayn arday fara badan oo iyaguna qur-aanka ku hadlan oo iyagana la leeyahay soo socda, idinkuna soo dhawaada oo ilaahay kitaabkiisa kusoo dhawaada oo hore u soo socda. oo maanta arday baa dhamaysay, berri ka maarina idinka la idin sugayaa soo dhawaada. xafladdu waxaas oo khayr oo isugan ayaa marka yani aynu ku farxaynaa. معاهد نور الإسلام ومعاهد تاريخ غير له إلهي سبحانه وتعالى إنه وافجين بدل إلى إلهي سبحانه وتعالى تشيل بدل الله يكتب بسكة برتان دفعة دروة دفعة دي تمنات صدبور ككاركسان مركا يعني كده اللي جمسة دفعة دروة هاي مركا ككومن تهاي سدية تضبع بلاد هي تضبع إلى بيك كومي يعني تبرع كده ما يستطيع متعالى الله سبحانه وتعالى كتاب بسماه تلقوا مع موسى arday ka mid way dhamaysatay oo iyaga istimaaradii khatmigay ugu horeysay baa la siinayaa. arday ka mid imtixaankii bay galeen shahaadiga ahaa oo iyaguna marka yani sadex kiis bay marka xataa imtixaankoodii laga qaaday oo kulli ardaydu kuwa inta casasna way inta dhamaysatay.
أردنا كلام عن الدرس كنا لو أنت يقول لا إحدى امتحان كي جلي قلنا كنا مع عيسى من ده صوص أنا ما بلاه صوص امتحان كوي جلي دوران أردنا ما تقل جمل سوا أردنا وحوس ولا أردنا فرمضان أول نوري اللي حنا أردنا أو يقول كان ما حسن تفسير كه فصل هذه كانت كوادي كانت لوادي كانت امتحان جلي وح يقول أنت أنا أردنا داير مربارين ترى أو روضة دي كبحي حفظ دي ووريه جيا أردنا داير ما شاء الله ده سكيرا ما شاء الله وده ما شاء الله سكيرا وده خيرات كحفلة دي مرة كده حفلة عمار ستة أردنا داير ما يقول كم ده وما تيجي رب مرحلة دي روضة اللي قسمه وتشيله يو مرحلة دي تحفيز كي يقول كي نحفظ دي أنا مرك يعني القصور دوين يو والقصور دوين المرحلة ده تحفيز كا هيكس هو حكم ده الكتاب كبرا كبرنا مفتاح علم جانسي نو أو أساسيات كي أي مرك يعني أردنا قول دينه كده من بعد شرع على جيتو سرا أردنا دي بعد كبر هذا قارقون تشابه عدوه كبر هذارنا سنة كري كبر حيارة كبرين شرع عادي مرك يعني إلا شرع عادي أي ودان هيكس بعد كواحد كم ده إلا هراء حافظ إن كنت جنة جدا جاك لما ده لا كتاب كيس تشعل فهنسن قيمه سكرنا يم إلى المرك يعني سوا صارنا وأي وعي جلي بضم بحنا وأي والد كنا المو والبابا يا ومعنا والبابا يا والد والبابا ومعني كنا عد كاك قيم قرا وكنت هذا مرك رسالة إلى كتاب كيس الله إلى اليوم أرضي ذي قيمة بدنا يك السعودي معاهد النور الإسلام أيادن كودا سو بندقة بندقة قونة دادو قيمة بدن يعلمتي كل دوانا يكسوقاتين معد كودني وحنا أرضي ذني بندقة قونة كودي كم داها ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا من توام لتا تمنانتم خير الأمور من توامنتا ودسو بين بدن قلبي قيلو يو أكو تامين بدن وحدة حندة دليو ودرقاد نيرن وردي Oh, yeah.
Nilti
mayara laban kala dooraya inaan dugsiyada tagoon diintii cilmi raasadiyo dariiqa inaan tagoon ciyaaraha door bidee danteedu midkay jirtaa daawadoo bara cilmiga wax kalaa ku dooran siin dibiyo aan noqon kadaa dugtoono waa koodhi dunaday badan tahay waktiga kulumin darsiga daayaayaa dhaar kuleed waktigu waa duumayaa qofkii degan buu dilaa daqiiqadu waa cimriga alwaqtiga sayf daa'uudo waxbarashada baldeemo jaamacyare ciyaartuu doonayo daqiiqad kastaba helaa dugsiga kala haad ma rabo xor buu dakeynayaa dadaal oo baro cilmiga dadkii akhriskaynune naxnu ummatun iqra cilmigaan daalacdo dadka agabaan noqde rafiiqaa daristihiin itusi aan kugu dayde digtoorka kanaan dhalaa daaciga ummaddan hayaa miiskaa dabaqda dhisiyo makaaniga daacad iyo baraha nalka daara ee jeeliga tiitiyaan dhalaa jahloo kugu daydo dadkaagaba aan noqde rafiiqaa daristihiin itusi aan kugu dayde kan dariiqa taagane dadkaa dhacaahaya kan giimka ku daalane kan baab jiida dulluruuriyo ta tiktokta daawatiyo dallaabaa saaqidka dadeedaa laga helaa jahloo dadkaaynu rabtaan maxaydun ku doorataan waxaan ku doorana wuxuu doonaa hurdada cuntaduu daaqayaa ciyaartuu door bidaa wuxuu ku dambeenayaa xiqdii diin buu yahay balwaduu ma daashate quustuu dhac balwaduu i daashitaa quustuu dhac dawaafaya daa'uuda wadogta wuxuu ihi daa'imkeen qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun xornimo aniga u dara waxaa dib dhigaamado dilkii xumaa faraa go'aankeeduna ma dumo waxaa hayla madayaan anigu dunidan dhisaa kubii dib dhacaankaba intaan dharajaan baxsha jahlaa la dagaalayaa dadkaygana way barteen inuu daacuun ku yahay jahligu dembi weyn ka galay cilmo adigaa dawo ah xaggaagan doonaya jahligan dabar jarne ku soo bilow dagaalka maxaad korintaydi hooyo kurbiya soo mudatay hawl maxaad kaar iyo xanuun kadeedila soo marto kiniin iyo daawo kale maxaan kuli kaa xaribay haddaa qamarkaa kahotaba maxaa farxad kaasadeen kashaada butaacdayo anoo ka sahayn haddana maxaad tari kaali qaad maxaan kugu dheelayo intaan hurdo soo kabado markaad istiraa balgama maxaan kaa dhaari jiray kabaayaa ugay kufaay hooyay kaynaaniyaay maxaad koolkoolisaa kun magaca ugu yeedhaysaa maxaad kor u qaadaysaa muxuu kalgacayl helaa kuwa aad la kifaaxaysaa ka waaye muxuu tabaa adduunka muxuu karhaa muxuu kalifaadarkaa muxuu la kishlaynayaa kuwa aad ka dawooli layd kacay hooyay ka lahaa maxaad kaahiyo aroor daraadday kaahinto adoo karahaysinaba maxaad kodab ii dubto korkaygu dhalaali jiray maxaad ii kaadiso anoo korkoraaya meel anoo kala dhacay habeen intaay kor meerayso kubtayda intaa timaado daryeel igu kaafidaa kabay hooyay kamila kufkaygay dhaafiyaay kulayl iyo hawl aduun kurtaada maxaan sudho kaskaygu wuxuu haglado maxaan keenuu lahaa maxaan inta aan kashbacay dhallaannimo aan kibro haddaad keenee naftani karkaar kaba dhaafi layd anaad ii kuur gasho hooyay kolkooliso kacaankay dhaafise haddeertana waa korkaan kabaa kaa saarilaa karaamaad leedaho kalaam iyo weedho quri abaal kama koobayse haddaan kugu qaado duud kana ku yiraa dhex joog xataa kadimaan banayne rabbiga koonka ha kubay ku sii naxariis mugweyn mustafa mustafa haradiisamaw hoggaankii rusushow dugsigii hanuunke halbigiisu aha halladhowrawaago qalbigayga ubal xubbi
Yeah.
يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت أهل البيت ويطهركم تذهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا ما تشرفتي وحقرتك مسؤوليتي قيمة بناية مناسبة دنيك سوقيب قليك مذاهاين شيخ أحمد ضيب شيخ موسى ترح قدومي أكرم شيخ عبد الله محمود شيخ فيصل إيو والدين إيو وليبا وحقرت أن سوكو بكرين أيام مناسبة دنيك كلمة قيمة بدنك سوكي دي إيغو كورمي فضلق يقيمة كتير حفتنت كلام كيلاهي وحنا ياردي ذا أي فرين إسلام مركانا كل رجليين إنه نقضان أرضي قرآن كاي برتين كد ذالي إسلام مركانا كل رغما وحنا مسؤولين تندر دارا ندو ذي كم ذاها قرآن كريم كا حفت جيسا برشديسا لقيتان كيسو أقوانتا يوح برشد واكو غمضان أهل كيسو نواكو غشرفت بضان إلهي سبحانه وتعالى وحين نوصو الدري رسول كي يقوم مضنا يقول شرف طبضنا وصيد ولد آدم كتاب كي يقوم ينابى إلهي سبحانه وتعالى أي كسود الدجية وقرآن كريم كا ومضنا وحالا قد لقى رسولك عليه الصلاة والسلام ومد النبي محمد ومضاه كو يقول شرف طبضنا وحياك مركز وحوي وغسي شرف بضن تدك مركز هذا الكيله سبحانه وتعالى برنايا دقنايا يكوى دقايبا وحرسولك عليه الصلاة والسلام ويلحديث الإمام البخاري في صحيح وكسو صاري
تابع قلنا أبو عبد الرحمن السلمي أو علماء القرآن كي تابعين تي وين القرآن كوريجي لقى قاتي كم ذا أيا وحك سورنا عثمان بن عفان إنه خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواد كلا أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه وحيدنكو خير بدن يدنكو فدلوي يدنكو شرف بدن قفك القرآن كبرته أدت كمرك أسوح ويودجا وحن هذا الكار رسولك عليه الصلاة والسلام كقاضينا أرددينا يمعلمين تينا قرآن كبرنا آية يمعلمين تدق آية إن أتين أشراف الأمة وأفضلها أمة دكوا وجو شرف تبدل وجو مدن آياتين سار رسولك عليه الصلاة والسلام من أشياء جاي وأيو علمي وجوينا أي إلهي سبحانه وتعالى نبي محمد وسو وحيودو كسو دتيو قرآن كريم كا آيات برنيسا فضل جاي ديارات كقرآن كريم كو كله يهي وحيابا كسو هري يا هذا الله ذكله وفضل جاي إلهي سبحانه وتعالى مخلوقات كا كله وكله يهي إلهي كتاب كان قوم بو كرو غاده يا قوم نوا كد الليني قوم كرب سبحانه وتعالى وكل زين يا وكرو غاده يا وعد إلهي سبحانه وتعالى كتاب في صحف في الذي برتي يا وكل عمل فشي يعد كسته وإلهي سبحانه وتعالى كتاب في ساسيسيد وكرو نقال لها عنك جيست قوم كل جد لين يا نوا عد إلهي سبحانه وتعالى كتاب في سكبر ذي يضم مؤمنك ويهي قف إلهي عزية أو شرفي هذا الأمر كسيجارة وقش غيني إلهي كتاب كيسي عزي يشرف جارة أيوسي ليه سداسي وجد وحسن نعم بين إلهي وما هذنا غينا مرلمات كان وحين وما هذنا غينا ما ملك معلمين تا والدين تا يا أرضي دا دكسي كان نور الإسلام أين حفلة دي سي قلين تبينيد إيتي سندقورة دبا إنو تشوغنو وحين الله نهاي واكو مهسنتين هوشات قعانتكو هايسان يما موسيدا نوغو ماموستين إنا هالكا نوغو يهدانسي عنو ذكرا غيب قلو إنتا وحن ودافيا كل هذا اللما لقامت تقين علماء دي إيقو الرئيسي باسي وينوغا هادلي وحاكم إذا ها أسبابها قرآن لغو برطاو وحلبانك وحوغاي نوغت بحسي شان الرمود الله شيقين قرآن لغو برطاو وحوه الرئيسين لهلا معلن غارية هذه معلن قلين دوران نغضا ديار دي في عن سوى ساري ما يوسيدا وقيد بلو بهان يهي معلن غارية أرينت الله بادي والله شيقين وحا كم إذاين لهلا أردي غيلان دير وهو جيدو تهي أردي وحضو عدك كرو قادو waxa ogaanaya waxa ka qaldan macallinka oo saxaya marka waynu ardaygu cod ka nooleeyo waxa iyaduna arin saddexaad loo xaqad weyn mala loo xid soo gaadheey mi ka way iska yar tahay anagu ardaydi loo xaq wax lagu baray baanu hayn dhinaca asal la meedhi jiray casharka lagu qori jiray dhinaca labaadna ki dar shalay ba biri laga maydhaya ماذا حاجات كوها السنة كتاب لقسي آخر هي ميرو كوه قرآن يمتشر تما هذا كتاب بعدين كوه السيدتان هرمرك هي نعم كلا قاعدة بكم تحي لكن حيا في مرك الله حقاد وين ودي أرضي كوه بدنو قاعدة وارين تصدح هذا هاي أرين تأفراد هو يقل غالسة هو يقل غالين تأرضي كه يقل غالين هيس غور هراء ديارين هيس التسهيلات كي يوحي وكنت قيل هاود أنا أيوه هباين أيسو كلام وين بيك قاعدة نيسار دعوة حبر الشدي سيها رومركيس معلمين تحلكوا دي وقتين والدك حلكوا دي وقتين مر هدي صدق كيجس القرآن كإذن حفتسيين وحيد لي على صد حرموت كو قرآن كإنات إتقان إنسان وحفظ كيسي أتيات كيسان إجازات كقاعدتان ما أنت بريغو هرقل قفق قرآن كدمي كي نوغس رأيوها لكن ما أنت تعبضان وكلا إذين هرسان إن القرآن كيسي ودان الحفتك حوجسان تجويدك حوجسان علم القراءات كي أتسي ودان وحكلو إذي ألا شريعة ديك لبرشدي إذا إن كد داشان وعلومتي إسلام كآبرتان وحيد لي ألا وصدحات
دينا وديار جرودن مسؤولية بعد قادين مسؤولية فلن تديوها دعوة إسلامك ما أنت لقى بلا بد دعاء باتهين دعاء الخير باتهين حلك سنة وايدن فلين هذا لسان الله نهيدكوا إلى اليوم والدي تهلب لي هيو كوا دمي يكوا إن شاء الله مستقبل كدو دومين دونا با يكوا حد بربارين تكو جرا با والد واتعب يهول باي نقصو قاريسا والدين تان كميدا هايو هويو ينكريب تهيشستو وان دريميا وحا آديا أدو مهم والدين كدر دار ياب إنا أدوبت كود عيسا وايني محمد باي نوت المامي عليه الصلاة والسلام دعوينك لا قبلي كوشرتا دعاء والدك إلمه سو دعيه إنو إلهي تبارك وتعالى قير خير قبين وقردقو وانا قوافجيو أخلاق التوصن وافجيو أخرية دمكو إنا فعالة كي يلو نفسه ذا فعالة كي يلو الدين ذا فعالة كي يلو إنه الدعين الدعاء ذا يالله المامي دا يرتنوحا لي هاي وحالا يذيو كتب عيا إنا نقطان مدها بري والدك قوصان أيو قران قوصان أيو دين تو أي قوصان سي الدعوه إنا نقطان بالا إذن كرهبا وحالا إذن كرهبا إذن والدين تينا نادو دعيسان معلمين تينا نادو دعيسان أمدي نادو دعيسان نفيه نادو دعيسان وحان كوكب حيا وحالا إذن قران أفر بالا قبرتا بالا إذن معلم قارية أرضي قيلة دير أرضي ذا مركز السبع اللي قوش رأي عشر هذا اللي قبح يا أرضي بحوصو وقنوصة أرضي قو مركز سرو قاضو معانا كوحي قال هذا واكا صحيا هو يقال قال أوك يا أبا قولي أوك مركا أرضي ذا نوحا لقرر وواجبو ذا إني كسو بحان معلمين تنوحا لقرر وإني واجبكو ذا كسو بحان والدين تنوحا لقرر وهو يا أبا إني مسؤولية دودا كسو بحانو هو يدنا سوق بن قابيس سوق القاليس علمها أهرو تبان تابيسو أبو هنا دي مدارس كوه حي كوس على وح وين دولة عويسة ما شرتو دولة حكم حيسة ما شرتو دولة اسمه كترتا ما شرتو دي في غير والدك بحنا يو أي أبا لقى يا أبا قاركود كرنا إنك بحيان معلمين تيود مركز دت كنا شق كشقين ينا ده أي مركز مصاريف دو ده يكون حرام تايتانا هالوجا ده. أفر الريموت أو كاردي كيار ده أخلاقه ده نفسه. أريد تكواد القرآن ككريم كده كدكتو واحد كون نقول إنسان الدنيا وقف كوا أخلاقه ده نفسه. نبي محمد صلى الله عليه وسلم أخلاقه دي سمح له يدي كان خلقه القرآن أديك يا قرآن كا. لبا كود ديني محمد عليه الصلاة والسلام شخصية دي لها يغمر خاتك عي أخلاق وناك وإنك لعلى خلق عظيم صدح وحكاريك يقف أخلاق وناك سن إن آد إلهي ويدي ستا أخلاق وناك سن أخلاق وناك سن يا بحية رسول قعود عيسن جل عليه الصلاة والسلام اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي إلهي وصدد موقعك هو ناتي سيد أخلاق الديدان هو ناتي أفر إمسان ذي شيء قرد صدح لي أداد شيء تان حبد أفراد وان شيء قدب كي قد محوها قرآن قدب كي لبادنا إني محمد لقد ديد عليه الصلاة والسلام قدب كي صدحاتنا إن إلهي اللي ويديس قدب كي أفراد وحويا وإن أدراع دودت كولون أكسن سمعت واحد ترى هذا نكت كباها كتلون السو كبير سال يجا رسول جنود عليه الصلاة والسلام الرجل على دين خليله قف جوا نقن كصاحبك وقدم بنتي والد كواحد لي ما تعيش إلا ما جوين ولا سنة والد ما تعيش ودعي وهبار معلمين تي والد كود السعودية واحد لي هاي المها هالله نحريستو المها قرآن كلا براي هلا نحرس ولا نجف فائدة استي سكولة دوي نجف فائدة استنا أنا معلم سكول بنا هاي معلم قرآن وانا ها إلا مكانو قرآن كمان كده احترى هدي أشي لقى تشوتشي غوبي لقودي كي ما ديجا ميان إيه كم مدن مش إلى كتاب كيس لقودي كي يا
قرآن كسورة الرحمن ماذا تقانا بل أخرية الرحمن إلهي وحوه الرئيسي مقع الرحمن وحل الدنبيسي علم القرآن برشد قرآنك لماذا قدم الله اسم الرحمن عن تعليم القرآن ومحي سببت إلهي وقوه الرئيسي برشد قرآنك مقع الرحمن وحبرست قرآنك ونحاريس ركاه يوينك يمعلمينتو يعني المهل سببتكين وكلين سادة لقدر ardayda quraanka dhameystay waan u hambalyeynayaa waxaan leeyahay mabruuk hambalyaan leeyahay aad baad u mahadsantihiin quraanka baad dhameysteen waxaad maanta ka fadli badan tihiin kuwa PhD ku qaatay falsafad iyo cilmi ayuu makhluuq dajiyay idinka maanta karaan badal ka PhD iyo doktoraa sita idinka ka karaan badal إله با إدنك إدن سري إليس تا أغادا وحا ندوغاتان والدك وحا أحدوغاتان قفك قرآن كبرتي هاو قبقا لنا رسق يينو بسارد كل عضو وحا لقا يابا ما أنت أهلك أبو بحاون تيدا والدين تو يغو بسارد كبقا يأو قبقا يأو بتكوغا أيا وحا يكودر يان ABC لغورنك طالة بقلو دور أبا صدح بقلو دور hadda tiraado wal quraanka ku dar wuxuu kuleeyahay wuxuu ku shaqeysanaya busaarad ba laga baqaya waxaan leeyahay ninka quraanka dhameeyay quraanka bartay ku amal falay maanta laga bilaabo busaarad ha uga baqina oo waalidka busaarad ba dadkii waalidkii uga baqayaan kuwa busaarada looga baqaa waa kuwa ingiriisiga iyo wad shoorneen barta kuwaas busaarada ayaa la aaba ah laakiin waxa ogaataan ninka quraanka barta ee diinta barta bacar soo hela nin quraan intu bartay oo ku amal falay oo salaada tukada oo la leeyahay waa busaaradaysay wax xeeraan arki maysan laakiin mid ingiriisi bartay waxa kooranaya jaamacad buu ka soo baxo uu waashayo shaqo weey marka waxaan leeyahay quraanka si wada waxba ha ugu taxaqal taaginaya adigaa jaamacad gashaan maadiye si gale oo diinta si barta sida ku socda laba sanad ku baran doontaan wax walba oo kamida culuumta maadiga murti soomaaliyeed baa waxay ahayd haddaad xarraga dooni xamara ag joog haddaad xila doonina xamara ag joog haddaad xoolo doonina xamara ag joog micnaha waxaan uga socdaa war ninkii adduunya doonaya qur-aanka qur-aanka waa kii adduun doonaya kii sharaf iyo karaamo doonaya una qur-aanka kii doonaya janno iyo aakhira insha allah wanaageedana ilaahay ha inooga dhige qur-aanka anigu si joogtaa baan runtii madrasada u imaadaa kelmadda keliyan mar walba kula dardaarmaa maamulaha iyo macalimiintaba waxa weeyaan war ardayda qur-aankan la rabaa qur-aanka way iga markhaati kacayaan baan u malaynayaa mar walba waxaan ku idhaahdaa qur-aanka qur-aanka waalidkana waxaan kula dardaarmayaa inay muhiimadda koowaad looga dhigo qur-aanka labadan arday waaweyn ee aniga ii dhigta hadda iskuulka waan ka soo saaray qur-aanka oo keliya aan keenay sababtaan uga soo saarayna wax kale may ahayne furaha nolosha dhammaanteed horta waa qur-aanka ee qur-aanka ha la ogaado waalidow ardaydana ha loogula dadaadlo waalidka dumarka siday macalimiintu sheegeen inta badan hooyooyinkaa ka warhaya ubadka sidoo kale aabayaashana waxaan kugu waalinayaan kula talinayaa in macalimiinta aada loogu warhayo ardayda guriga lagula soo dadaalo la soo caawiyo oo aada ardayda guriga loogu soo dhiso insha allahu intii waqtiga laga siiyo waqtigeenna ubadkana la baro sida loo qorsheeyo waqtiga loo qorshaysto ee waqtiga looga faa'iidaysto insha allahu la baro ardayda waan u ducaynayaa hooyooyinku aad bay u mahadsan yihiin aabayaashu waxaan leenahay kaalinta mar walba waa la tabaa waxbarashada dhammaanteed aabayaashu ha soo buuxiyaan kaalintaasaan leenahay boqolkiiba boqol maxadkan iyo runtii wuu dadaalayaa dadaal badan baa ka muuqda nolosha way noogno hadda noloshu mar walba way sii adkaanaysaa macalimiinta haddaan si gaara looga warhaynin iyadana culays baa culays nololeed baa jiray macalimiintana ha laga warhayo macaahiddan ama madrasatu ama macaahidu nuurul islaam anigu waxaan goobjoog ahaa markii la aasaasay niman daayaraa oo ay cabdixakiin iyo cabdirasaaq ka mid yihiin baa aasaasay waxay ku jirtay meel kira ah
وحرنتي أي مركي معان كنا قط حافظي أي كشرتي مدرسة دو حفلة بدل ما كلا قايب قلاي معلمين بدل وحكة دكتار هنتي ورجع خيار تاها نسنا قاني ما أنت مسؤولين تدو حي مريان هنا النقطان ما تحد قرن كا أو عبد الحكي وقتي إنه سرد أو قافت ما تحد كم دي هاي عبد الرزاق نني جامعي وهنتي إمكا لقيا بينو معلم جامع عدد نقطة وأنا جمكو هم بليين يا هلك قاعدين يا هلك مريسان حقيقة هر مركا وكل سعد ودنكو أي كتب سنة إسا شلينا كيار دجاها ما تينو معلم هاي كيف أردجا هاي نو والدي هاي كيف شل أردجا هاي نو مدحي هاي نبدأ يا كين إسا إله فضلك ويه aynu runtii ku faraad adeegna nabadgelyada iyo runtii nicmada aynu haysano dhamaantiin waa mahadsantihiin reer Nurul Islaam waa idin la faraxsanahay magaalada meelad masallihi baan ahaayaa ka imin xafladda darteed iyo waliba hawlo culaysina ay jireen inaan runtii idin ila waa mahadsantihiin baan idin ku imin maamul iyo macallimiin ba waxaan idin leeyahay hambaliyo 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 Allah idin barakeeyo halkan waxaan fariin uga dirayaa tii oo xil dhibaanay nala fadhiyo waxaan uga dirayaa xukuumadda maal qabeenada waxa weeyaan daarahan dhaadheer waa laga tagayaa inta ku raacaysa waxa weeyaan madrasada miskiidka wadada agoon la koriyay iyo ceelka biyaha marka waxaan aad iyo aad u maxayday dardaaran uga tagayaa in miisaaniyada lagu daro madrasadaha oo la soo saaro oo hadalka Ilaahay la weyneeyo oo ilmaha Qur'aanka bartaa ma noqdo ilmo xun oo dadka baadha ama ciyaala suuq ma noqdo anigu waan tijaabiyay ilmahaygan baray Qur'aanku waalidnimo wuu ii adeecsan yahay kuwa kale waan isku adagnahay marka ha lagu dadaalo baan idin oran lahaa Qur'aanka markii la soo gaaray guunaanadkee munaasabadani waxa la maamuusay waliba hadiida aad u qiimo badan lagu maamuusay dufcadii 10aad ee xiftiga Qur'aanka Kariimka ka soo dhameysata macaahida Nurul Islaam ardaydana ayaa tiradoodu ay dhameysay 18 arday oo isugu jira gabdho iyo wiilal sidoo kale munaasabadani waxa la maamuusay in ka badan 54 arday oo iyaguna soo dhameysay jisiska kala duwan ee Qur'aanka Kariimka waxana lagu maamuusay shahaadada iyo faadada halka 25 arday oo soo dhameystay akhriska qoraalka qaybta barbaarinta caruurta iyagana maamulku hadiyaday waliba shahaadooyin aad u qiimo badan oo ku maamuusay 26 arday ayaa iyaguna la maamuusay kuwaas oo kaalmaha hore ka soo galay in ka badan 15 fasal oo ah qaybaha kala duwan ee macaahida Nurul Islaam waalidiinta qiimaha badan ee ka socday macaahida Nurul Islaam iyo ardayda ayaa dhankooda maamuusay maamulkoodii waliba macallimiintoodii jaaliga ka soo saaray macaahida Nurul Islaam ayaa ka mid ah macaahida facaweyn ee ku yaala magaalada Hargeysa kuwaas oo ubadka ku barbaariyay isla markaana soo saara xufaad Qur'aan xifdisan kalaamka Ilaahay waxaan ardaydaasi ay ka qayb qaataan seefidinta Qur'aanka Kariimka weebsariyan warbaahinta nolosha Islaamka Hargeysa.